مشاهدينا، اليوم مع الجامعة الخليجية نحتفي بتدشين كليتين الاتصال وتقنيات الإعلام والقانون. تفاصيل مشوقة أكثر تلوح بأمل وآمال جديدة وكثيرة للطلبة. نتابع. على بركة الله افتتحنا اليوم كليتين في الجامعة الخليجية، هي كلية القانون وكلية الاتصال وتقنيات الإعلام. نتحدث شوية قليلا عن كلية الإعلام. كلية الإعلام حقيقة واحدة من أولى الكليات في مملكة البحرين، وهي الأولى فعلا تهتم بشؤون الإعلام على جانبين، اللي هي البكالوريوس في الإعلام والماجستير في الإعلام. حقيقة تنفتح الكلية بعد دراسة احتياجات سوق العمل، لا توجد كلية متخصصة في الجانب الإعلامي، لذلك تم إنشاء هذه الكلية. هذا ما يخص كلية الإعلام. أما كلية القانون فأيضا تنطرح برامج أو برنامج بكالوريوس القانون مختلف عن جميع البرامج الأخرى الموجودة من ناحية المحتوى ومن ناحية طرق التدريس. من ناحية المحتوى يحتوي على برامج أيضا ومفردات دراسية تواكب احتياجات سوق العمل. على سبيل المثال أدخلنا التكنولوجيا بشكل كبير في برنامج القانون. سيتخرج البكالوريوس يحمل صفات سوق العمل ويحمل خلفية جدا كبيرة في information technology. كل هذه البرامج نطرحها، كل هذا الجهد اللي نعمله، عندنا هدف واحد، أن الخريج بعد ما يتخرج مباشرة يحصل فرصة في سوق العمل. أنا سعيد جدا اليوم أني أكون متواجد في هذا الحفل، وسعيد أكثر أن هناك فيه اهتمام بقطاع الإعلام وبأيضا التطورات اللي قاعدة تحصل في مجال الإعلام، وأن احنا في البحرين نواكب هذا التطور سواء كان على المستوى التقني أو مستوى حتى العلمي. واليوم وجود هذه الكلية دليل بأن بالفعل أن احنا اليوم مدركين لأهمية الإعلام وتطور الإعلام وأيضا آليات الإعلام تكون موجودة. رأيي نصيحتي للشباب اللي بيدخلون هذا المجال، الشغف ثم الشغف ثم الشغف. الإعلام اليوم شغف، إذا كان عندك شغف راح تقدر تعطي في هذا المجال، ولكن يا بخت من يكون عنده شغف ويكون عنده تحصيل علمي، أيضا راح يكون أيضا يعني إضافة وعلامة جميلة في سماء الإعلام في البحرين. واللي احنا محتاجين اليوم أن احنا نكون عندنا جيل متعلم وقادر ومتسلح أيضا بأبجديات الإعلام وأيضا بتقنيات الإعلام ومفاهيم الإعلام، لنخلق رأي عام جميل ومتميز ونضع بصمة أن هناك مبدعين في البحرين في كل المجالات. أولاً أحب أبارك للجامعة الخليجية بتدشين كليتين وايد مهمين في وقتنا الحالي اللي هو الإعلام والقانون، والحلو فيها أنها مختلفة كونها أنها راح تكون أكثر عملية، وهي المتطلب لسوق العمل اليوم. طبعاً جداً سعيدة لكوني جزء من هذه اليوم، واختياري من ضمن المكرمين من الجامعة الخليجية مؤثرة في قنوات التواصل الاجتماعي كأول مهندسة طيران بحرينية أنقل هذه التجربة للنساء العربيات الخليجيات، خصوصا البحرينيات، أنهم قادرات على أنهم يقتحمون مجالات مختلفة، ومو بس يقتحمونها ولكن يواصلون فيها ويبدعون ويعطونها طابع مختلف، وهذا شيء جميل جدا. وهذا التكريم يعد يعني دعم من جامعة الخليجية مو لهند كشخص، ولكن لكل امرأة بحرينية حابة أن هي تنقل تجربتها وتشجع الجيل القادم على مثل هذه المجالات. أبارك للجامعة الخليجية افتتاح كلية الإعلام، أول كلية في البحرين، وأشكرهم على جهودهم في التكريم هذا، يعني بينوا اهتمامهم في الطاقات الشبابية، وحبيت أنهم قاعدين يشوفون التميز في المجتمع عندنا وفي الطاقات الشبابية عندنا. كوني أصغر طبيبة أسنان بحرينية تفتتح مركز أسنان، حبيت أبارك إلى الجامعة الخليجية افتتاح كلية الإعلام وكلية القانون، وإن شاء الله تكون بداية خير وبركة على جميع الطلبة المسجلين. وحبيت أشكرهم بعد على تكريمنا كمؤثرين في البحرين، إن دل على شيء فهو يدل على اهتمامهم بالشباب الإعلاميين في البحرين.